نسخ. زي أذنت شيخنا، هل هناك أحاديث أخرى وردت في تعارض؟ كلها ضعيفة. نعم، كل الأحاديث التي حتى ترى الفجر أيضا كلها ضعيفة في هذا الصدد. نعم. كلها ضعيفة التي على نمط ألا إن العبد نام، كلها ضعيفة لا تثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ونص الحفاظ والعلماء على تضعيفها. نعم. أحسن الله وليكم. انتهى الكلام من ناحية الناسخ والمنسوخ. بعض أهل العلم أثاروا مسألة وهي الصلاة خير من النوم، هل هي في الأذان الأول أم أنها في الأذان الثاني؟ طبعا هذه القضية كان لها منذ زمن بعيد أثر شديد على الدعوة إلى الله في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبسببها سجن أقوام وأخرج أبعد أقوام من المدينة بسبب هذه المسألة، وهي اختلافهم في مسألة الصلاة خير من النوم، هل تقال في الأذان الأول أم تقال في الأذان الثاني. هناك ولاة الأمور جعلوا الأذان الثاني هو الذي فيه الصلاة خير من النوم، وبعض أهل العلم كان قد جنح منهم الشيخ ناصر الدين الألباني رحمة الله تعالى عليه، كان جنح إلى أنها تقال في الأذان الأول، فبعض أتباعه في المدينة كانوا يقولون الصلاة خير من النوم في الأذان الأول، فأحدث هذا ارتباكا شديدا في المدينة، ارتباكا شديدا في هنالك، لأن الناس لما سمعوا الصلاة خير من النوم بدأوا يتشككوا في مسألة نأكل، يمسكون عن الأكل والشرب، وإذا سمعوا الثاني بدون الصلاة خير من النوم أكلوا وشربوا، لأن المؤذن لم يقل الصلاة خير من النوم، فأحدثت ربكة شديدة يعني تسببت في مشاكل كثيرة وفي سجون ناس كثيرين. فبعد البحث في المسألة من الناحية العلمية وجد أن جل الأحاديث كلها فيما اطلعت عليه في الصلاة خير من النوم أين تكون، كلها فيها مقال، كلها فيها مقال، ما سلم حديث منها من ألال. وهي من المسائل يعني التي تتعدد فيها الوجهات، لأن كل الأحاديث فيها مقال، سواء التي في الأذان الأول أو التي في الأذان الثاني، وإن كانت وردت في بعض الروايات أن بلالا كان يقولها، لكن في السند أيضا في السند مقال، لكن لم تكن تستدعي إلى هذه الفتنة ولإرباك الناس. حتى لو لم يقل الأذان الأول من أصله ودفعنا الفتنة عن المسلمين لكان أولى من إحداث الفتنة، لأننا نعلم من أفعال صحابة رسول الله رضي الله عنهم أن صحابيا كابن مسعود صلى الظهر خلف عثمان 4 ركعات بمنى، والمعلوم عند الجميع أن الصلاة الظهر بمنى 2 ركعات، وقال ابن مسعود لما صلى خلف عثمان 4 والله لقد صليت خلف رسول الله 2 ركعات، وخلف أبي بكر 2 ركعات بمنى، وخلف عمر 2 ركعات بمنى، فليت حظي من 4 ركعات 2 ركعات متقبلتان. فقيل له إذن لماذا صليت؟ قال الخلاف شر. فإذا كان خلاف هيفسد صيام أقوام، فمن باب أولى أننا نترك هذا الخلاف. فلذا بعض العلماء خرجوا بعدها وقالوا هنالك أيضا أن الصلاة خير من أن الأذان الأول لا يكون إلا في رمضان. بعضهم قال قولا غريبا، حرر القصة وجنح إلى أن الأذان الأول هو الذي فيه الصلاة خير من النوم، لكن قال الأذان الأول هو الأول الذي قبل الإقامة، واستدل بحديث بين كل أذانين صلاة. فطبعا ما سلم من الانتقاد اللاذع أن المراد بالأذانين بين كل أذانين صلاة، الأذان والإقامة ليس مستشهد. لذلك بعض أهل العلم بقوله تعالى وبالوالدين إحسانا أو
أبواه يهوداني أو ينصراني. الأبوان مرد بهما الأب والأم. رأيت الشمسين الأسودان، يريدون بالأسودان التمر والماء. في إطلاق الأذان على الإقامة إطلاق تغليبي. فالشاهد من هذا يا شيخ عمر والإخوة السامعين بارك الله فيكم، أن كلمة الصلاة خير من النوم، هل في الأذان الأول أو في الأذان الثاني، الأسانيد بها كلها فيها مقال، لكن دفع الفتنة أعظم بكثير من مثل هذا الأمر. والله أعلم، والله أعلم. السروجي نقل عن بعض الحنيفية أنهم من السروجي؟ رجل من أهل المذهب الحنفي. أيها قال أن نعم السروجي رجل من أصحاب المذهب الحنفي. المهم أيا كان، الشاهد أنه قال أن الأذان الأول لم يكن بألفاظ الأذان، وإنما كان تذكيرا أو تسحيرا. هذا كلام غريب جدا. هذا الكلام ليت ما حكي. يعني الأذان الأول، أبو حنيفة أصلا يقول بعدم الأذان الأول. أيها في فريق من العلماء أيضا يقول بهذا، في فريق من العلماء يقولون بعدم الأذان الأول، لكن عندنا النص القاطع الثابت إن بلالا يؤذن بالليل من غير تفصيل لألفاظ الأذان. فأنت أتيت نقلت عن عالم غريب، عن نقلا غريبا، وأن الأذان عند الأحناف هم تكلموا من ناحية اللغوية، الأذان معناه الإعلام. أيوة يعني بألفاظ صلاة أخوات، صلاة إخوة، صلاة أخوات كده يعني. طيب لماذا لا يخرج من كلام الأحناف أنفسهم؟ طبعا هو لن يعتمد أيا كان، لكن بدل ما أنقل عن السروجي أعلو بالسند، أبحث أنا في كتب الأحناف. ولو سلم في كتب الأحناف ما اعتمدنا لعدم وجود نص. الكرخي نقل أن أبا يوسف كان يوافق أبا حنيفة في عدم الأذان الأول على الإطلاق، حتى أتى المدينة فرأيهم يؤذنون الأذان الأول طيلة السنة، فرجع إلى قول مالك رضي الله عنه ورحمه الله. تفضل.